في قبور حقت ناس عواليق واحدين كفرة زي قبة الفكي الصيني صيني يانغ شينغ شونغ في مدني يوم كبري حنتوب دول مشرك مش مشرك منكر وجود الله ذاته شيوعي وقع من الكبري بيبني في الكبري كسر رقبته لما كان بيبني في كبري حنتوب الجماعة عباد القبور لابسين أخضر جو بنوا فيه قبر ولموا النساوين قالوا الفكي الصيني بدي الجنة وقول الله ما في الجنة مجانين ولا شنو هو لو بقى رسول ما بدي الجنة زكريا نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام دعا الله الله أداه جنة لو كان بدي كان يدي نفسه يجي واحد يا أخي الليلة واحد عواليك ساكت يخش النساوين وده الحاصل في البلد دي تقال العيش ليه غالي سبب شنو يعني وقال ليه الجاز ما في ونحن يومي في البلد دي في كفوة السبب شنو السبب إنه الناس عقائدة تعبانة وعقائد مرضانة إلا من رحم الله إذا كان في شافع شفت صغير في مدينة رشاد قال بيعالج الناس بالجرسلين ها ناس هل هناك بيمشوا له واحدين من الجنوب واحدين من الغرب واحدين من الشرق واحدين من الخرطوم لواري بكاسي وشريحة ناس ماشين جك قالت بجك جك بتاع جرسلين اسقيك له جك بتاع جرسلين أم مرضانا يا أخي إلا من رحم الله خلاص وواحد تاني قبل ليه بيعالج الناس ببوسمار تاع الكريمت واحد تاني ذاك ناس يلا طفشوا ودوه هولندا ولا بلجيكيا تشابهت قلوبهم مشى هناك فات هناك كان برضو غاش البنات وغاش الأولاد مش عرفت كيف بيت تجي تزود له تحت وتركع له ويمسكها به تحت بلاوي وأمور غريبة جدا في البلد دي هسا عدي الليلة لو واحد قال بيعالج بالنمك بالنمك تلقى الأمة دي كلها إلا من رحم الله راح لو الكومسنجية راح النبك النبك ماشيين لأنه ناس عقولة خاوية وعقائدة عقائد باطلة والله أنا بستغرب والله بستغرب إنه بشر زيك بشر زيك عنده عينين وإذنين عرفته وبيخش الحمام وبيمرض ونصهم ماتوا شيوخهم الكبار كلهم هلكوا والله قتلهم دخلهم تحت التراب تجي تدعوهم من دون الله تتوكل عليهم من دون الله ربنا قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ربنا جل وعلا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير لما نعود كلنا للعقيدة الصحيحة ونفك الفقراء والفكيا والشيوخ ونترك عبادة القبور والتبرك والتمسح بتراب الأضرحة والقباب ربنا عز وجل قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا يعني وحدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.